بس قاعد بسمع اللي جنبي في اللي من قطاع غزة قاعدين الكلاب بتصيح عليهم بتنهش فيهم أو بتعوي عليهم، والجنود بيقولوا له مربطين في جريهم وإيديهم طول الليل، والفرشات مش عندهم في الشتاء، وبقولهم عووا زي الكلاب، سب على بلدك على أهل المقاومة على القائد الفلاني، حي دولة الاحتلال. عمر أسف، يعني أنا أبلغ حوالي 74. الاعتقال يمكن في الترقيم صعب أنه أتذكر لأنه ما حصرته مش بس، يعني قد يكون 11 12. أصعب مشهدين شفتهم في السجن ومربوطين ببعض، دخلت وحدة اللي اسمها متسادة، وحدة القمع، درينا إنهم داخلين على هالوحدة على ثلاث غرف بالسجن بطلقات المنبكشن بيحطوا فيها مطاط عن قرب، الغاز والكلاب والعصي، دخلوا دخلوا عن غرف ضرب 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 ضرب، بعدين ربطوهم وجروهم للشباب حوالي 30 بيكون 31 يعني العدد. هذا المشهد أنا بالنسبة لي كان هو الأصعب، ارتبط في الاضطهاد اليومي. نزل وزني 29 كيلو، وزني أنا نزل 29 كيلو، كان وزني 101 طلعت 72. سياسة التجويع تعني أنه كمية الأكل التي تقدم للأسير غير كافية، غير كافية كما ونوعيا هي سيئة. يعني انت لا ترى اللحم الطازج على الإطلاق خلال 6 أشهر، لا دجاج لا لحم لا سمك، فيش أي حبة فاكهة، شربات فيش شيء اسمه شوربة بالمعنى الحرفي، مواد مغذية لجسم الإنسان فيش. يعني أنا بدي أضرب المثال الصارخ التالي، أجونا من عطشون في رمضان قالونا كانوا على السحور يجيبونا شريحتين من هذا الخبز اللي بحكي عنه، شريحتين مدهونة باللبن ومحطوط عليها وقتها، بقولوا هذا السحور على الفطور، يعني بعد حوالي 14 ساعة من الجوع خلال صيام رمضان بيجيب له شريحتين زيهم، شريحتين الفطور، وبيقول لهم وبقول لهم طبعا للشباب هذه كاسة رز هاي لأربع أشخاص. هذه صورة صارخة عمليا اللي بصير على صعيد سياسة التجويع، هاي التجويع، يعني شو في تجويع غير هيك؟ يعني القزم من الأقسام اللي أنا كنت فيها في خلال وجودي في يعني من عطشون إلى أوفر، في عطشون اليوم في 150 معتقل، هذا يعتبر ممر مفروض يمر فيه 30 40 50 واحد هيك. بالسجن أو بعوفر الغرفة بيعيش فيها 12 شخص أو 13 شخص، يعني للشخص مترين. بس وين المصيبة؟ بعطوكاش غطاء كفاية، يعني بعطوك فرشة وبطانية، ممنوع المخدة. أجوا فكوا الشبابيك في شهر 11، الرعد والبرق والقيامة قايمة برا، والشباب عملية منكمشة وتحتها البطانية، البطانية الواحدة وبتتوحوح من البرد. انت لما بتفوت على السجن اليوم مش الحق ولا وعيك، ظل باللباس الداخلي التحتي فوق له، بعطوك ما يسمى بقميص وبنطلون الشباس. انا دخلت بهذا اللباس في 26 10، يمكن لعند أول 12 وأنا لابسه. أنا إذا أروح بتحمم بمي باردة أو بمي سخنة إذا توفرت، وبرجع ألبس نفس الأواعي اللي علي، بحسش إنها تنظفت. وفي نفس الوقت وفي الشتاء ما أقدرش أنا أشلح بنطلوني وأظل عيب، يعني أصلا قدام زملائي هي مشان أغسل البنطلون وأستنى يومين مشان ينشفش، والقميص نفس الشيء بقدرش اشله واظل عريان. هناك كيس الكاتشب فيه 12 ملي، هذا اللي بحكي عنه، من الشامبو مشان تحمم راسك وجسمك،
كل 3 4 أيام، كل ما يتاح مي باردة، غالبها مي باردة، كل ما يتاح المجال. بكفي إنك أنت ما تلاقيش ما كنت حلاكها. بعد 5 شهور لما صارت أشكالنا تختلف عن الصور اللي عندهم، لأنه عندهم صور للتشخيص اليومي اللي هم مشان يشوفوا ويرجعوا يشخصونه منيح، جابوا ماكينات حلاقة. واحد من اللي معهم بيقول لي يا رجل أنظف. قلت له كيف أنت حريص على نظافتي؟ أنت حريص على نظافتي، بتجيب ليش لفتين 3 تواليت لأسبوعين للغرفة، قصاصة الأظافر بعد 5 شهور تدخلت السجن. أمراض المزمنة إذا أنت دخلت السجن ومعك دواك وأنت بيعرفوا إنه إلك سجل مرضي وسجلته، مضطرين يعطوك الدواء. أنا يعني عندي مشكلة في القلب، قلنا لهم بدنا إشي للناس اللي معها سكري، فيه ناس معهم سكري، قالوا لهم لما بيموتوا بتنادوا علينا. يعني ما بيقدموا لك العلاج المطلوب. أنا كنت بحكي دخت في الساحة من واحد وقعد انجرحت هون في راسي. طيب بعد ما صحيت أخذوني قال لي تعال معي، رحت معه مسك هالكباسي كباسي وأنا واقع تك تك تك. ثاني يوم ثالث يوم رجعت بلش التهاب، التهاب كل فروة راسي هي التهابت الأول، وهبط الضغط عندي، صار الضغط وصل لـ90 على 55، وبالتالي سقط ثلث شعر رأسي جراء هذا الإهمال. لما أثرته في المحكمة وأثرت إنه هذا أثر على صحتي وعلى وزني، يعني أصلاً كل يعني طلبوا تقرير طبي، أجوا على التقرير الطبي، أجا طلبني الممرض والدكتور. نعم، قال كيف أنت بتتهمنا إنه إحنا أهملنا في علاجه؟ قلت والله أنا يعني ما بفهم في الطب، لاني طبيب ولا صيدلاني ولا ممرض يعني، بس أنا بعرف وأنا صغير بقينوا الناس عندنا إذا الواحد وقع انفشخ أول خطوة بيسووا له إياها بقصوا الشعر، بيحلقوا له الشعر اللي حوالين الجرح، هي أول شيء. ثاني شيء بيجيبوا مطهر، يا سبيرتو يا ديتول يا يود الموجود يعني، وبيطهروا مكان الجرح من خوف الجراثيم. وثالث شيء بيخطبوها إذا بدها قطر. ورابع شيء بعطوه مضاد حيوي مشان ما يصيرش التهاب. مش هيك الناس بتشتغل. انتم ما اعطيتونيش ولا واحدة من هذول. هل يجب فضح هذا التوجه والتصدي له بالقمع والقتل والبطش؟ ولا لا يجوز ان ننشر ما يقومون به حتى لا نخيف ابناء شعبنا على ابنائهم الاسرى؟ القرار اللي اخذته بيني وبين نفسي انه يجب فضح كل هذه السياسات والتصدي لها في اطار العمل الوطني العام وفي إطار الدفاع عن حقوق الشعب.